بقول لك ايش اسمك؟ مش قادرين نوفر اي حاجه كنا نوفرها في السنين الماضيه. الاولاد انحرموا حتى ان نجيب لهم لبس العيد الجديد. في الوقت هذا اللي مضحي اللي مش مضحي بكون عنده اقل شيء كميه متوفره من اللحمه انه يطعم اولاده في الوقت هذا، لكن في العيد هذا الحمد لله ولا حاجه، لا ملابس جديده ولا حتى لحمه العيد ولا حلويات العيد. لعبه انك تفرح ابنك فيها زي زمان مش متناولك انك تجيب له اياها. على فكرة انتوا بتطلعوا بتطولوش يا ايمن، ليش؟